كل الناس لانه كلكم غرامكم تلقمشوا بين الوجبات، وشو بدكم تلقمشوا؟ هلا انا بالنسبه لي بتعرف كارلا بتقشطني دائما كيس الشيبس وكيس المارشميلوز بتعطيني دائما افكار، بس بدي اقول لها شغله هلا بقول لها اياها بخفيف نظيف. صباح الخير كارلا. صباح الخير فيك. اليوم بدي اقول لك شغله، شفتي انا من يومين شو وعدتك؟ وعدتيني بكثير اشياء. ما انه بس كنتي مش اشياء يعني اشياء طبقت منهم اثنين. تعودتيني تطلع الدرج مشي. شفتي؟ ايه برافو. عم تطلع الدرج عم بطلع مشي. يعني اكثر احنا من ثلاث اربع ايام احنا اول نساء. لا والله مضبوط. هيدي لا بتفيدني هي ما بتعملي خدعه معي ابدا لانه هي بتفيدني هي عم ببسطك لك بس هي بتفيدني الي. صحيح. عم بطلع على الدرج مشي وعلى الخامس كثير اوقات وكمان عم بشرب مي باردة صرت. ايه عجبتك الفكرة. شفتي؟ لأنه أنا كثير بشرب مي فاترة بأوقات بيقولوا لي شاي بلا ظرف. ايه بس لا لقيت إنه ايه خليني أجرب. خليني أجرب. ليه لا شو بنخسر؟ ما هيك؟ هلا فيك تشربي مي عادي يعني مش بالضرورة تكون مي مسقعة بس إنه نشرب مي قلنا ما في عندنا مشكلة غيدة مع المي. هي على الأقل شيء. اوكي. يلا اليوم جوز ومكسرات. جوز ولوز وفستق ومكسرات على أنواعها. اليوم رح نعطي أربع أو خمس أسباب لنخلي العالم ياكلوا مكسرات، طبعاً نتفق من الأول إنه أنا قصدي مكسرات نية مش مقلية. على كل حال المكسرات رح أحكي عنها، البعض منا عادة ممكن إنه ناخده ني بس سوري مقلي بس أكتريتهم فينا ناخدهم نيين وناكلهم أصلاً، يعني ما عندنا مشكلة ناكل فستق حلب محمص مثلاً أو ني لوز جوز. هلا بس بالأول لحتى هيك نحط السكة على خريطة الطريق. خريطة الطريق من أول ما منبلش منقول المكسرات فيها دهون أكيد. هل فيها كوليسترول؟ مادة الكوليسترول؟ لا. ما في شيء في مادة الكوليسترول هي مثل يعني كثير بالعالم النباتي ما في. يعني أنا وقت أقول مكسرات دائما منخاف إنه هي بتعلي نسبة الكوليسترول. لا، كل شيء مكسرات ما فيها مادة الكوليسترول طبيعيا، ربنا خلق لنا اياها بهالطريقة خالية من مادة الكوليسترول وخالية من الدهن المشبع يلي هو كمان بيزيد الكوليسترول بالدم، يعني وقت نفكر نحن مكسرات أو دهون عادة بنخاف ناكل لأنه عندنا دهون ما ترتفع بالدم، بهالناحية ما في أي مشكل، على العكس كل المكسرات بتحتوي على الزيوت المنيحة. هلا البعض منا بيحتوي على الأوميجا 3 مثل الجوز، البعض منا بيحتوي على الأوميجا 6 مثل باقي مثلا مثل اللوز او الفستق، بس الكل بيحتوي على دهون غير مشبعه. نسبه عاليه يعني عندنا بالوزن عندنا تقريبا 80% من وزنها للحبه هي الزيوت، وال 20% في اشياء كثير مفيده مثل البروتيين والالياف. يعني انا ما بدي اكل مثلا لحمه، ما بدي اكل دجاج، ما بدي اكل قلبان واجبان، في عوض عنهم بالمكسرات. هلا طبعا انا اذا بدي اخذ 100 جرام من المكسرات ليطلع لي تنقول مثلا 20 جرام من البروتيين، اكثر شيء اذا بديك مثلا بنلاقي باللوز كثير في بروتيين وبنلاقي كمان بالجوز كثير في بروتيين. هلا 100 جرام كثير لانه يعني بيعطونا كثير كالوريز كثير دهون. قد ايه عم نحكي يعني 100 جرام؟ هلا رح فرجيك ال 20 و30 جرام اذا واحد رح نبلش اذا بدك غيدة بالليحة لنشوف قديش يعني 20 او 30 جرام. ب 20 او 30 جرام طبعا بيطلع لك تقريبا بين 7 ل 10 جرامات من البروتين اللي هن كمان كثير منيح حسب نوع الحبة. هلا عندك الجوز اربع حبات من الجوز بيعطونا وزنه تقريبا بال 25 جرام، اربع حبات كاملين يعني بيطلعوا 8 مفتحين او ايه مكسرين. اذا انتقلنا 8 شفتي كثير منيح احسن ما تاخذيه لها كمان مع القشر يعني لا لا حاسبينها فيهم لا لا مش رح حاسبك بالقشر. هلا بتشوفي كل ما صغرت الحبه كل ما كتر العدد. يعني مثلا اذا اخذنا 25 جرام من اللوز بيطلعوا تقريبا 20 حبة، 20 حبة باللوز
يعني بيعطوك بتاخذ سناك بشبع. وبالنسبة للوز تحديدا مثل ما قلت من أكثر المكسرات اللي فيه بروتين، يعني أنا في يضيفه مثلا للرز للباستا، حتى في أعمل منه باستو بدل ما أحط صنوبر حط لوز، هيك بعلي القيمة الغذائية للباتي اللي هي للباستا أو للسباجيتي اللي عادة ممكن أنه ناخدها بلا لحمة. هلأ طبعا بتحط جبنة كمان مع الباستو، فبالتالي البروتين اللي فيه بيكون جيد صحيح. هلأ اللوز بفضل انه نستهلكه بقشره، لان القشره هي فيها الفايبرز اللي اولا رح تشبعك، وثانيا رح تساعد طبعا تخفيض السكر بالدم، تخفيض الدهون من الكوليسترول وغيرها. ولما نحن بنحبه كثير كمان لما بيكون بقلب المي، يعني بصير بس بصير بالمي بتطرى قشرته بتصير مش طيبه، يعني بدك تشيليها. ما عليه بهيك حالات، مش مشكل مش مشكل، بس اذا نحن عم نحطه بالاكل نجرب انه ما نقشره، يعني نحمصه مع القشره وبعدين فينا نقطعه او نفرمه ونزيده مع الاكل. هلا نحن الشعب عندنا وخاصه الشعب اللبناني بنحب كل شيء ابيض، يعني حتى على المغلي منقشر اللوز ومنقشر الجوز، مع لانه بيكون منقوع يعني اللوز بيروح اصلا بتروح القشره، بس هو انفع ناخده مع قشره. في عندي كمان البندق، والبندق ما كثير يعني بننسى للبندق، بقى ما لازم ننسى. والبندق تقريبا بيطلع لنا حوالي 25 حبة صغيرة، بس ما حدا بياكل 25 حبة بندق اجمالا، ناكل اكثر نحن اللوز. لا 25 كثير بندق. ايه يعني بدك تحسبي انه فيك تقسميهم مثلا مع شيء ثاني، تاخذي ثلاث اربع حبات مع مثلا مع الجوز. هلا في عندي وبيا الكبير للبندقة، المكاديميا ايه لانه عرفتي يعني مكاديميا مكاديميا مجرمه، ما هيك المكاديميا بدك تحسبي تقريبا حوالي الاربع حبات هن اللي بيعطونا هي الحصه، لانه مجرمه مثل ما قلتي غذاء من ناحيه احتواء على نسبه عاليه من الدهون. جدا اذا فينا نقول جدا جدا مش بيا. هلا عاده وقت تاكلي مكاديميا مثلا ثلاث او اربع حبات بتحسي حالك انه بيكفوا الحال، بيكفوا. كمان في عندنا النوادو كاجو او الكاشونات يلي هو كمان نحن حبيب الشعب، الشعب كله بحب الكاجو. هلا بس بدنا نقول انه كمان بالمنطقه عندنا بنحب كثير الكاجو مقلي، يعني انت وقت تشتريه بالكيس مكسرات المخلوطه بتلاقي ثلاث ارباع الوقت الكاجو مقلي. من هيكون لازم تطلبوا انه وقت يحطوا لكم، وقت عم بتنقوا التشكيله نقوا الكاجو قني. قديش حصه الكاجو غيدا؟ حوالي تقريبا 20 15 ل 20 حبه، يلي هن كمان بيعملوا ل 30 جرام، اوقات 12 حبه مش 15 حسب كمان كبرى الحبة. الكاجو كتير كتير بيأثر، يعني انت كنت عم نحكي قبل انه على المكاديميا لانها كبيرة بناخد مثلا اربع حبات مقارنة مثلا بعشرين بالبندق. بقى نفس الشيء كمان في عنا حبات بالكاجو اصناف اكبر من اصناف، فبالتالي الكمية بدها تصير اقل. هلأ دايما وقت نقول عم ناخد هالكمية مثلا عشرين حبة منفكر انه ما بنرجع بناخذ تشيبس وبسكوي وهالقصص، لانه الدهون اللي عم ناخذها اكسترا خلينا ناخذها من هالاصناف بدل ما ناخذها من اشياء ما رح نستفيد منها. يعني انا هيك بده يطلع لي مثلا 150 او 200 كيلو كالوريز، لشو اخذه من شيء ما رح استفيد منه؟ خليني اخذه من شيء بستفيد بفيدني من ناحيه المغذيات وبنفس الوقت ما بيأذيني بالمطلق. كمان ما ننسى حبيب الشعب كمان الفستق حلبي. فستق حلبي اذا بتفكري فيها اكثر شيء بيطلع لنا، لانه عم تحسب الحبه مع قشرتها، يعني بيطلع لك 30 حبه او 35 حتى لل 40 حبه فستق حلبي. واللي بحب الفستق حلبي لانه بياخذ وقت لنكسره. بس لما بيكون ني بيكون اكثر الاوقات يعني فلت بدون قشرته اجمالا حسب يعني معظم وقت تلاقيه ناي صح، وقت بتجيبيه ناي مضبوط مفقع بيكون صحيح. وقت تلاقيه بال غرامي لما بيكون مقلي مع يعني بالقشره لما يكون فيها ملح كمان زيدي واحد بينبسط فيها قبل ما يشيلها. هلا الفستق حلبي كمان غيدا ما بينقلها لانه قشرته مع مش مقلي قصدي، بس يكون مع المكسرات وقت يكون محمص ساعتها ما في مشكل. يعني اوكي بدنا نفكر انه للناس اللي عندهم مشكله بالملح ما ناخذهم ملح، بس
اكيد طيب طيب كثير ملح مع ملح محمص وملح. وقت اخذ وقت اخذ انا سناك حوالي 30 حبه او حتى 40 45 حبه انه ايه يعني بتحسي حالك شبعتي وانبسطتي بالوجبه. وبالنسبه لي انا بتسوى 100 كيسة شيبس مع انه بحب الشيبس كثير مش انه ما بنحب الشيبس اكيد، بس الواحد بفكر منطقيا بتلاقي البديل اللي هو رح تنبسطي فيه. بس بدي اقول شغله هون هلا انت عم تعطي كل هالارقام عم تحكي انه هن لحالهم يعني انا يعني قديش عم نحكي البورسيون اذا واحد يعني اعطي لهم 20 بندقه مثلا 8 حبات جوز 20 فستق قديش يعني كمان بالنسبه للوز قديش واحد هون في ياخذهم كل هدول مع بعضهم على لا نحن عم نحكي وحده من حتى بس نكون واضحين لانه هون عم بتعدي بلس 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 بلشنا عرفتي عم بعطي نعيش بالاحلام يعني انا عم بقول او 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 ايه اوكي مش انا سمعتها يمكن او 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 ما ننسى بال وش في الثينكينج انا عم بفكر ما ننسى البيناتس غيدا او الفول السوداني اللي كمان فينا ناخذ منه كثير حوالي تقريبا شوي مثل الفستق الحلبي يعني بال 30 او 35 او حتى 40 حبه. طبعا اذا اخذنا الفول السوداني كمان الفول السوداني مثل الكاجو بينقلى بقى نفضل ناخده على وضعه الطبيعي اللي بيكون فيه ناي للي بيحبوا ناي فينا نشتري ناي ونسلقه وكمان فينا طبعا نجيبه مشوي كمان كتير كتير مفيد. وقت تكون القشره حمراء يعني انقلت هو قشره اجمالا البيناتس او الكاكاوات بتكون فاتحه شتا منا ريد هيد لا منا ابدا غامقه بس هي اطيب شيء هي الغامقه والله انا بحبها انا ما بحبها لتسوء اخيرا انا وياك بالاذواق مش بالاذواق بالقيمه الغذائيه لا هي ذوق بالنهايه ايه اكيد شو بحب يعني قد بحب الطعمه. بس بتعرفي انا ما عندي ما يئست منك غيدا بعدني لانه عندي استعداد بعد ما بعرف كم سنه ما تفقد الامل كم سنه ما راح افقد الامل ممكن جرب بعد غير فيك اشياء كثيره. وطبعا بالنهايه بقول اكيد كل هالمكسرات غنيه بالفيتامينات من كل فيتامين الفيتامينز بي بالكالسيوم المغنيسيوم الفوسفور البوتاسيوم يعني عندنا وببلدنا نحن حاصلين عليهم طبعا الثمن منه مرتفع كثير بس فينا ناخذهم بشكل يومي يعني كل يوم 10 جرامات مش اكثر بشكل يومي حياتنا بين ترويقه وغدا وبين غدا وعشاء فينا حتى مع ترويقه والغدا والعشاء خليهم هيك نحن قبلانين قبلانين صحيح بنشوفك جمعه الجاي كارلا ان شاء الله بعد لحظات رح تكون معنا مايا ببيت بيوت خليكن معنا